قلت لك سامح ده هيضيعك، قلت لي هعدي هعدي، اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله ألاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي، دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده؟ حبيبي يا اخي. ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه يا خمس نجوم، ما تقلقش دول كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس، ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما تكونش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شد. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء القشطة يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه. طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هيروح في دايه. اه انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده؟ ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنطا، ازيك يا طنطا؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن، تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتله. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. ودي من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. شوفي انا عامل فيه ايه؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريلي يا جدع؟ مفيهاش حاجة، احنا اخوات يا عم. والحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسة يا معلم، كبسة يا معلم. ايه؟ كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. طب انا عليك سايكو ولا ايه؟
مين فيكوا بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح في ايه؟ المعلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرفه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعادتك، ماشي ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مش الجايات اكتر. يلا. وانت من اهل يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش. فيك ايه؟ اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحه سهاري شتى ولا امي، عدلوا ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي قبضه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته. مليها لي. الو، ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر ربعاية وأكون عندكم. أيوة عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل. يالا المكان ده وشه حلو عليا. أشوفك بكرة. سلام حبيبي. مساء الخير رشدي. أيوة أباظة فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركة السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبة؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. بس بس بس. مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خطفاني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة متأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش، معاك حق. أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي أنا فيه دلوقتي، بسبب بخله وجشعه. أنا عجزة زي ما أنت شايف، وما بقدرش أجيب لنفسي حتى كوباية المية. عارف أنا من سنتين بس كنت أقدر أجري، أمشي، أقف، أتنطط، أرقص، أركب عجل. وفي يوم من الأيام كنت مسافرة اسكندرية عشان أفتح الملجأ بتاع الأيتام، ولما حسيت إن أنا هتأخر عن الميعاد سقت بأقصى سرعة. هدلنا النور ده شويه لو سمحتي. ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه، فالعربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده
والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزه مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عمليه لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعمل لك العمليه؟ لا انا عاوزه فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خطفني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفديه وناخد احنا الفلوس ومالك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسه. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من نجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب ده حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون.